المجاني ابن راشد الجابري وصاحب قرائد سب زيرو، وايضا له ايضا حضور قوي في عالم السيارات. الاسماء الجميله، الاسماء القويه اللي لها حضور في عالم السيارات. لحظات هو الكريم، محاوله الاولى لهذا المتسابق في هذا الست سلندر تيربو. شفنا الرن الاول للمتسابق خالد توفيق اللي كان مميز ورايه. سب زيرو والجابري محمد، يا ترى راح نشوف عبر رقم 12 زمن اجمل، زمن اسرع، و100 متر صعود. الجابري راح يكون حاضر. انطلاقه الاولى والضربه الاولى لهذا المتسابق هو الكريم. يعني شعلله ولا 5.848. يا سلام عليك الجابري، انطلاقه قويه مثل ما قلنا لكم. محمد حامل لواء الشباب، يعني الولد صغير في سنه ولكن اداء دائما مميز، دائما فايز يفاجئنا باداء عالي وقوي. 5.84 يعني
مو كريم مع فئة ميني تراك سب زيرو ومشعل بن حمد. فايف ثري لهذا المتسابق.